ان شاء الله دي باذن الله هي اول تجربه سينمائيه مع الاستاذ محمد السبكي ان شاء الله والاستاذ شادي الرملي المخرج، وان شاء الله الفيلم في شهر يناير باذن الله. يا رب كل الناس تتمتع بالفيلم وتتبسط لما تشوفه. والله انا ترشحت عن طريق عمر متولي، وبعد كده جيت الاستاذ شادي الرملي وعملت كاستنج على الدور، والحمد لله ربنا كرمني. بعد كده الاستاذ محمد بقى هو اللي اداني الدفع ان شاء الله باذن الله. الفيلم صعب وفيلم كبير. صعب المشاهد، المشهد اللي انا عملته معاه. اه والله. لا هو اللي احكي لك عليه مش انا. لا ولا نحكيه خالص. إيه؟ ولا نحكيه عشان يبقى مفاجأة. صح. اقول لك على حاجة بأمانة شديدة، يعني يمكن احسن الناس انا اشتغلت معاه كممثلين في التزام واحترام، وبيحب اهم من ده كله بقى ان هم بيحبوا بعض. يعني كلهم في بعض كده، كل واحد بيتمنى الخير للتاني، ودي حاجه جميله اول مره اشوفها في السينما على فكره. لا بالعكس، لا لو هم عاملين مسرح مع اشرف عبقي وكده حاجات، يعني متمرسين في حاجه زي كده مش جداد يعني على السينما. هو الفيلم ان شاء الله يعجب الناس ان شاء الله. وانا مبسوط اني مع الفريق الجميل ده ومع الحاج محمد صبكي. انا عامل اغنيه الفقر والجدعنه اسمها ملعون ابوك يا فقر. ترشيحي على الغنوه جه من عم محمد السبكي، قال لي في فكره جديده بين المودرن ميكس بين المودرن ميوزك والشعبي، فسمعتها عجبتني جدا. عملناها تقريبا في 3-4 ايام. الغنوه اسمها اشتغالات، فيها جزء خليه مفاجاه، والجزء الثاني كلمات احمد البوغا توزيع اشرف البرنس. انا سعيده قوي بمشاركتي في فيلم اوشن 14، الفيلم الاول الكوميدي ليا، وسعيده بمشاركتي مع الشباب مسرح مصر، الناس الشباب اللي دخلوا قلب الناس بجد بسبب ضحكهم وخفه دمهم، وان انت تعمل حاجه كوميدي مع الناس دي، فربنا يسهل يا رب واعجب الناس. دوري بنت مجنونه شويه زياده عن اللزوم، بتدخلهم في بلاوي، يعني هي مجموعه مع بعضها بتعمل كوارث يعني، ومن ضمنهم البنت دي، فكل واحد بيعمل حاجه يعني في الفيلم. مش عايزه احرقه، بس ان شاء الله اتفرجوا عليه، ونازل في يناير، كوميديا من الدرجه الاولى.